اتجاه اخر هو البقلين. البقلين بتمثل حاله من الاستابيليتي، يعني الاستابيليتي مش بس البقلين، البقلين بتمثل بوينت او نقطه للاستابيليتي. الاستابيليتي هي عباره عن لود تويتشنج كيرف كامل، تمام؟ هلا في فرق بين الاستابيليتي والنون لينير. في شغله مهمه، الاستابيليتي بتطلع لك الاكوليبريم ستيتس لمين؟ للمنشا. يعني مثلا المنشا العمود هيك وضع الدلتا له اندر اكوليبريم، هيك اندر الى اخره. لما بتيجي انت بتطلع على اللود ديفليكشن، بتقوس الدلتا اساسا، يعني هي الخط طيب العمود اساسا، هاي الدلتا بس مشان افهم بعدين احط عليه لود، تمام؟ هلا انت كل ما زدت اللود كل ما تغير الدلتا، فبطلع معك في النهايه في دلتا كيرف. طبعا تبدا من دلتا نوت هيك. هذا الكيرف كل نقطه عليه تمثل نقطه اتزان. هذا اللي بيهمنا انه يطلع معنا في وين؟ الاستابيليتي اناليسيس. هلا طب شو الفرق بين النون لينير والاستابيليتي؟ مثلا خذ مثل هذا، لو عندك انت ارش او فريم بهالشكل، حط لود ببلش يصير في عندك دلتا، دلتا لحد معين، فلو رسمت انت بتطلع معك دلتا لحد معين، بعدين لما يوصل هون شو بيعمل؟ بنفض لتحت، صح؟ ماشيين معي؟ هلا تخيل انت عندنا قطعتين هيك، بعدين بنحط عليهم لود، بنزل 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 من الديفليكشن، بعدين فجأة ولو لتحت، تخيل زنبركة، مضبوط؟ فلو كملت اللود ديفليكشن كيرف بتطلع هيك وبتفرج. هاي النزلة يا شباب بسبب لما بوصل لهي المرحلة بصير موفينج داون. شو معنى انه يكون في عندك نزلة على الدلتا كيرف؟ شو معنى انه يكون في عندك نزله؟ يعني السيستم السالب. شو يعني السيستم السالب؟ يعني السيستم عماله بيعطيك انرجي. وما دام السيستم بيعطيك انرجي اذا في شيء اي شيء ماسكه راح يصير يتحرك بشكل ديناميكي. عشان هيك لما يوصل لهي المرحله بيكون وصل للبيكون فجأة شو بصير فيه؟ إذا أنا ماسك السيستم وبدفع فيه بسرعة معينة بمشي على هذا الكيرف. إذا أنا بحط لود قيمته 100 كيلو نيوتن، هذا الكيرف ما راح يجي، كيف راح يجي في الواقع؟ راح يجي صح؟ يعني أنت لو بدك ترسم في الماكينة في دلتا كيرف بتطلع هيك الكيرف. سوري. بهالشكل. شو السبب؟ هذا بنسميه ديسبليسمنت كنترول. هذا فورس كنترول. هلا لما بتحكي نوطيه مجلس وهذا الفرق بين الاستابيليتي والنوطيه، الاستابيليتي بتطلع لي الكيرف الازرق لانه هاي حاله اتزان، هاي حاله اتزان، هاي حاله اتزان سلبيه، هاي حاله اتزان. النوطيه مجلس انا عندي لود مش ديسبليسمنت، حسب اللود. يعني اذا اللود رياح فعندك لود، اذا اللود ديد لود فعندك لود، اذا اللود زلازل عندك ديسبليسمنت، مضبوط؟ فانت في النون لينير اناليسيس الاكسايتيشن اللي بتاثر ممكن يكون لود ممكن يكون ايش؟ ديسبليسمنت. يعني تخيل مع بعض حاط انا بلوكين بوم على هاي المنشاه وبدات تنزل وصرت بحط كمان بلوك كمان بلوك، مين اللي عماله بيزيد؟ اللود. فهي لود بتطرد معاه، شو اللي راح يطلع معاه؟ هذا الفريم، مش راح يطلع هذا الفريم. ومجرد ما وصلت الفريم لهذا الحد شو راح يصير فيها؟ راح فجاه تنفض النظره لحد تحت، وهي الحد شو راح يكون؟ يعني بدل ما يكون عندي نزول ثم يكون عندك حركه ديناميكيه اكسلريشن، تمام؟ يعني بتحس انه هاي الدلتا مش اتحركت سلولي، لا بتحس انها مره واحده، يعني جمب من هون لهون مره واحده، ممكن يصير في دمج. وهذا السبب من الاسباب اللي بقول لك في التستنج دائما حاول استخدم ديسبليسمنت كنترول مش فورس كنترول، مع انه الواقع اللود ممكن يكون ديد وبالتالي قيمه اللود كونستنت وبالتالي عندك كانه لود كنترول، او ممكن يكون لايف وبالتالي لود كنترول، او ممكن يكون زلازل وبالتالي شو عندك؟ ديسبليسمنت كنترول، في عندك حركه. فانت هذا بجوز الفرق بين النون لينير والستريت. احنا مثلا بدنا نعمل هذا الكيرف، كل نقطه على هذا الكيرف تمثل ممكن اتزان، هذا الاتزان هو ستيبل ولا انستيبل راح نحدده. بس اذا كان الاتزان ستيبل بضل المنشا واقف في مكانه، اذا كان الاتزان انستيبل شو راح يصير فيه؟ راح يتحرك حركه. طبعا
طبعا لو انت حاطط لود ممكن ما يتحرك بالضمن الاستابيليتي لود ديفليكشن كيرف، انما يتحرك بطريقه اخرى بطريقه ديناميكيه خارج اللود ديفليكشن كيرف. الامر الثاني الاستابيليتي كيرف دائما بنعمل او اللي هو اللود ديفليكشن كيرف الاستابيليتي بنعمل على ستاتيك ايكوليبريوم، فاحنا بنعمل اتزان ستاتيك، يعني القضايا الديناميكيه مالها ما بندخلها بعينها هذا على فكره البابلينج بسموه ستابل رول بابلينج، اوكي؟ كلمه ستابل رول لانه لما بوصل لهذا الليفل شو بعمل؟ هلا طب شو الفرق بين ستابيليتي وبكلينج؟ البكلينج هي هايبنج، يعني لما بقول بكلينج لود هايبنج هايبنج، فانت كانك البكلينج لود ماله قيمه واحد بتطلعها without imperfections، يعني بتفرض ان الفريم زي ما هي بدون انحناءات اساسيه بتطلع نفس الشيء في اللود ديفليكشن كيرف اللي طلع في هذا الكيرف هذا بطلع الديك بتكلم. بس لاحظ شغله ملاحظه مهمه انه اذا انا عملت البكلينج اناليسيز بطلع ابر ليميت لمين؟ الاستابيليتي كيرف، يعني الاستابيليتي كيرف لو فيش امبرفكشن كيف بتطلع هيك؟ فهمتوني كيف؟ حطيت شويه امبرفكشن يعني دلتا نوت بتطلع هيك، كبر الدلتا نوت بصير هيك، كبر الدلتا نوت شو بصير؟ فانت اذا الامبرفكشن اللي هي الدلتا نوت في العمود راحت لصفر شو بصير؟ فكانه البكلينج اناليسيز ماله؟ يعني بيعطيك ابر ليميت على مين؟ على الاستابيليتي، فعشان هيك هو مهم جدا في حساباتنا الاستابيليتي كيف؟ هلا احنا تركيزنا راح يكون يعني معظم شغلنا راح يكون في حساب البكلينج لود او اللي بسموهم البفركيشن بوينتس، البفركيشن بوينتس اللي هي قيمه هاي البوينت بسموها بفركيشن بوينت اللي هي قيمه اللود اللي بتعمل لها بوينت. هلا الاستابيليتي انا لسه بدنا نطلع على الكيرف كامل وراح نتعامل مع الحالتين ان شاء الله، بس تركيزنا لاحقا راح يصير على ايش؟ على البفركيشن بوينت. هلا راح استعرض معكم هاي اشتغل الحمد لله اخيرا الجهاز، احنا ما شغلناش ال سي دي على كده ما طلعش موضوع على الاقل لو شرحت
راح يجي التركيز كله على الباكينج، مع ان احنا بنستدرك ان تحليل نقطه الباكينج مالها اساسيه في ايش؟ في معرفه الاستدرك للفريم. هلا الاوبجيكتيفز بتقدر تقراهم على دول. هلا هون بالنسبه للتندنت ليرنينج اوتكمز هيها ثلاث شغلات، انه الطالب يحسب الباكينج لودز، انه يقدر يعمل بي داتا اناليسيز، وانه ايش؟ يشوف شو اثر هذا في ايش؟ في التصميم. هلا حضرتني شغله هون، ليش ما نتعلم اسباب ستابيلتي؟ يعني وات دو وي بنفيت فروم ستابيلتي؟ انهيار يا شباب المواد للتصميم مثل اما كراشينج اوف ماتيريالز او فيلير اوف ماتيريال، يعني لما تحط عمود او تحط الفريم وتحط عليها ضغط ممكن المواد تتكسر وخلصنا وعيطت، او بكون ستابيلتي فيلير. هلا طبعا او كونكشن فيلير اللي هو الحاله الثالثه، بالستيل معظم تركيز الـ AISC بيكون إما Stability أو Connection أو Connection. طبعاً زائد الماتيريال فيلر اللي زي كل بلاستيك، كلكم أخذتوا ستيل في البكالوريوس فأكيد بتعرف، عندك مثلاً بيمس كل بلاستيك فيلر، عندك ييلدينج للقرم. فنحن في تصميم العمدان في القرم بقول للطلاب اللي بحكم يا ييلدينج يا البكلينج، البكلينج هو Stability والييلدينج هو إيش؟ Strength للماتيريال. بين يا اللي بحكم يا لاترال تورجن باكلينج يا ايش؟ يا كل بلاستيك، هذا ماتيريال وهذا ايش؟ ستابيلتي. تمام؟ طبعا او لوكال باكلينج برضه ستابيلتي بس على لوكال ايش؟ فمعناته كونه بتحكي عن باكلينج، لاترال تورجن باكلينج، فليكسيرال تورجن باكلينج، لوكال باكلينج، تسميات هاي كلها في الستيل مرت معنا على الاقل ذكرها، كلها معتمده على شفاف معادلات ايش؟ ستابيلتي. فمعناته انا حتى اقدر ابني كود ستيل لازم يكون في عندي ايش؟ معرفه بالستابيلتي جيده، بنفس الاسلوب حتى ابني كود كونكريت متعلق بتصميم اللون كورمز لازم يكون برضه عندي معرفه بايش؟ بالستابيلتي، فانت بالستابيلتي بتفيدنا تصميم اللون كورمز وايش؟ واهتمام بالستيل ستراكشرز. هلا الكتب اللي عندنا التكست بوك هذا الكتاب، لكن انا بنصحكم انك تطلع على هذا الكتاب، شو السبب؟ صحيح انه كتاب كولومبوس جديد نوعا ما، يعني صار له 7-10 سنين، وهذا الكتاب صار له 30 سنه، تمام؟ بس كتاب كولومبوس لغه وطريقه عرضه مالها وهم شكرا. هلا انا سالت زملائي شو الكتاب اللي معتمدين، قالوا لي اعتمدنا هذا الكتاب، فعشان هيك حطيته زي ما هو الكتاب، لانه الدكتور عبد الرزاق لما استشرته قال لي هذا معتمد في كثير جامعات في العالم وبرنامج النفس. زي مثلا في الفاينايت ليمن اللي اخذوا في كتاب كوكس، تمام؟ هذا الكتاب كثير جامعات معتمدته، بس ماله بكتب حتى هو يفهم مش حتى هلا احنا طبعا تسلسل هذا الكتاب ممتاز، توبكس بطريقه كلها ممتازه، بس مشكلته مرات هو بيعلم اللي هو بيحكي الكتاب انه ماله لغه، فاذا مشكل عليه في الماثماتكس بتلاقي منه طبعا، فاذا مشكل عليه طريقة عرض هذا الكتاب مالها أسس، فممكن إنك ترجع. الكتابين متوفرين عندي، أوكي؟ فممكن أزودكم فيهم. هلا الأسايمنت سؤال أو الإيفالويشن، سوري الأسسمنت لازم يكون مش الأسايمنت، مش مشكلة. الأسسمنت كرايتيريا عندك الهوم وركس 20، فيرست وسكند إكزام 40، وفاينل إكزام 40. في حد عنده أي تعقيب، إعتراض، تعليق على هذا؟ لابد عندنا امتحان اول 20، امتحان ثاني 20، فانا 40، وهم وركات 20، وهم وركات بنعطيكم مجموعه من الثيسز كل فتره، كل ما مشينا في شحن بنعطيكم مسالتين ولا ثلاثه وبتحلوهم ضمن الديدلاين. هلا هي التوبكس اللي راح نغطيها ان شاء الله في المسابقه، انتروكشن ستراكشر ستابيليتي، هذا في الاسبوع الاول اللي احنا فيه والثاني. الاسبوع طبعا احنا بنحكي عن فصل عادي، فصل صيف شو بصير؟ اسبوعين، فهذا المحاضره اللي راحت علينا راح نعوضها بعدين، يعني اليوم الخميس والاربعاء القادم المفترض نخلص الانتروكشن للستابيليتي، الاسبوع اللي وراه بنخلص اللاستيك كولوم باكينج، اللاستيك كولوم باكينج بعدين بيجي الاكزام، يعني اليوم قبل العيد ان شاء الله بنكون خلصنا هذول التوبكس، فممكن بعد العيد شو نعمل؟ الفيرست اكزام، بعدها بيجي البيم كورم والفريم ستابيليتي واللاترال تورجن باكينج اللي حاطينه ضمن التوبكس، طبعا ايش؟ ان الوقت اسعف، يعني بعرف ان شاء الله في الباك جراوند عندكم
في الرياضيات في القصص هاي في الجبر في الامور تمام. يعني كلها ما نشرحش لكم معلومات صعبه، لكن احكي لكم بصراحه اللي اخذتكم فراغ كان صعب ايزير دان فاينل تمام. الدكتور عبد الرزاق دائما كان يستبدلني اصعب شيء، فانا لما طلعت على التفاصيل صعب ايزير. والحقيقه انا كنت حديث معه سالته الشيء الباقي بلاش اقعد بالله في اوفر فريم ويعطيني معاك فهمتوا كيف؟ لانه بس الحلو في الفاينانس انما لها خطوات ستريت فورورد، يعني بنحط الخطوات بنمشيها لهون يعني افكار وافكار. الاخر شغله اخر الفصل بنحكي شوي عن اثر المعادلات اللي اشتغلناها في ايش؟ في الكودات سبيسيفيكيشن بيزد فور ستيل applications of stability forward for يعني كيف هلا اكيد كلكم بتعرفوا صم بين كورن ستيل، بعرف الـ AISC 2005 والمعلومه الـ AISC 2010 طريقه تصميم الكورنز تغيرت شويه، راح احكي لكم عن هذا الكلام. بس بتعرفوا على الاقل في اللغه القديمه كيف كان تصميم العمدان ستيل، وحاليا كيف تصميم العمدان الكونكريت. فالسؤال من وين اجت هاي؟ وهذا اللي راح ان شاء الله نحاول نحكي عنه في ايش؟ في اخر يعني لما بيجي احاول ادقكم بس بعرفش قديش مين متى اخذته يعني مين اخذ ستيل ومن كم من سنه مشيته وما مشيته اوكي؟ سنتين ثلاث اخذتها متى؟ يعني 2015 2015 ثلاث سنين اه كان في ايام بطريقه جديده للكورس هلا هلا شوفوا تذكر الكي مثلا ايفكتيف ويندو فاكتور هذا اللي بنحكي عنه تمام. والالاينمنت شارتس لما تشوف في عندك هول في الستيل بسموهم جيز هول جي اي وجي دي فاكرينهم صحيح. وبعدين بتوصل هيك هاي اللي راح نحكي عنها. الشيء الثاني الان هلا في الاي اي اس سي حتى بتطلع الماجنيفايد مومنت بتقول ام التمت بتساوي بيتا 1 في ام فيرست اوردر مضبوط صحيح صح. هاي البيتا 1 إلى معادل البيتا 1 بتساوي سي ام على 1 ناقص بي التمت على بي اي صح؟ اخذناها هاي صح. هلا هاي المعادله من وين اجت؟ هذا ان شاء الله راح احكي لكم اياها صح اوكي؟ يعني هذا بشكل مختصر التطبيقات اللي طلعت وفي اشياء ثانيه بس هذا ان شاء الله بقول لك الفكره كيف راح مشان تحس بالابلكيشن مش بتكون مسار مجرد والله خلص شو اخذنا بالضبط يعني تحس انه في ابلكيشن. هلا الـ AISC latest version اخر طبعا من الـ AISC حول طريقة تصميم العمدان ستيل، بطل الطريقة انه نحسب KL على R، KL لغاية نهائي وصار يطلب منك تعمل بي دلتا اناليسيس اللي هو شو البي دلتا اناليسيس اللي هو النون لينير اناليسيس تمام. والنون لينير اناليسيس طالما ما في شيء اسمه بثرو بيطلع نفسه استابيليتي اناليسيس. يعني احنا قلنا هاي البي دلتا كيرف اللي بتطلع الاستابيليتي طالما ما في شيء اسمه بثرو نفسه البي دلتا كيرف اللي بيعمله ايش؟ يعني اذا كان كيرف هيك البي دلتا كيرف النون لينير وكيرف الاستابيليتي شو بقولوا؟ نفسه فكأنه ايش؟ كأنه بطلب منك تطلع البي دلتا كيرف للعمدان. راح يعني راح انا بعلم الطلاب في المسار الستيل هي طرق بسيطه تقريبيه ان شاء الله الى هذا الوقت بيرمت ببقى احكي لكم ولو لمده ساعه عن هذا الكلام في ليتر اوكي؟ مشان برضه نفهم تمام. هلا نيجي نبدا طبعا الدكتور هون مستعرض على الشباب والتطبيقات حكيت عنه يمكن انا اللي هم تطبيقات اللي ايش؟ تطبيقات الاستابيليتي وطبعا هون بقول لك هو الستيل ستراكشر وفي حتى الالمنيوم يمكن ما حكيناش عنها واي ماده اي ماده تطلع المقاطع صدور فيها معناته مش قلت لك راح تكون استابيليتي يعني حتى خشب يعني انا الخشب مقاطع صدور برضه مش استابيليتي الالمنيوم بجوز هلا بيعرفوا احنا في عصر الجرافين اللي سمعنا فيه حتى سنعمل جرافين مش الجرافيت الجرافين اوكي الجرافين اللي هو ذا سترونجست ماتيريال ايفر قوه الماده ب
180 او 120 120 جيجا باسكال. الحديد قديش كنا يا شباب؟ 200 ميجا 250 ميجا، يعني 800 ضعف او 600 ضعف الحديد. طبعا هاي كيف؟ ذرات الكربون بتتجمع على شكل شيء. هذا اللي جاء موضوع الجرافيت انه بقول لك ممكن بالفيوتشر الماده بقى بتكمل، بس بجوز بالفيوتشر يقدروا يصنعوها ايش؟ بسعر بسيط، فتصير ماده كونستراكشن. يعني هلا بتعمل كيبس او بتعمل عمدان، ليش اعمل عمود ستيل؟ اذا بقدر اعمل عمود بقدر عشره، بقدر واحد على 20 منه ايش؟ جرافيت. المعماريين بكيفوا على هالقصه مضبوط؟ فطبعا هذا فور فيوتشر، يعني عم بجوز من هون سنه سنتين ثلاثه خمسه. الان الباحثين الهندسه الكيماويه والكيمستري جايز كلهم بيبحثوا في اليه تصنيع الجرافين بشكل غير ممكن، لانه البيسك ماتيريال له كربون، الكربون رخيص. يعني انت بتجيب كربون بس مشكلتك اليه الاخراج للجرافين صعبه، فاذا قدرنا احنا نخلي اليه اخراجه زي ما بصنع الحديد هيك على شو بصير؟ بصير رخيص جدا. فبالتالي اني هاي سترينج انه مطر قديش هاي الماده يعني تفصيلها برضه ايش؟ تدخل طبعا هاي لايز بيلدينج بيهمنا فيها الاستابيلتي مشان الاستابيلتي الاوفر اول بيلدينج. اوكي؟ هلا هون بنحكي عن ثلاث انواع من الاستابيلتي. انت قلنا الاستابيلتي كل بوينت على اللود ديفليكشن كيرف الاستابيلتي بتمثل بوينت ايكوليبريوم. الايكوليبريوم ممكن يكون فيه له ثلاث حالات. ممكن يكون ستيبل ايكوليبريوم، يعني كيف ستيبل ايكوليبريوم؟ عمود مقوس، مسكت العمود وزحته شوي لليمين او لليسار، اذا رجع وضعه الاصلي هذا شو بكون؟ ستيبل. اذا مجرد على نكشف ما زحته ولا هو معدل شو بكون؟ انستيبل ايكوليبريوم. هاي نيوترال، نيوترال ايكوليبريوم يعني انا مش قادر احدد، بس هاي نيوترال ايكوليبريوم مالها برضه زي الانستيبل، يعني تزيحه من مكان وتضلش على مكان نفسه، يعني الوحيد اللي فيها ستابيلتي هي ايش؟ حل. انك اذا انت بتزيح العمود او بتزيح الفريم من مكان وترجع وضعه الاصلي هذا ستابيلتي. هلا حتى اربط لكم الامور في بعض، لما ميكانيكا المواد او بالستيل اشتقوا لكم من بطلنج لود لاولر، الاولر بطلنج لود عملنا دلتا هلا احنا لما حطينا هيك اللود وصلنا لمعادله بي كريتيكال. طب واحد راح يسال يقول انا حاطط بي كريتيكال والعمود بيرفكت ستريت بيرفكت في النص اللود كل شيء بيرفكت ولا في اي امبرفكشن، العمود ولا يمكن يوصل بي كريتيكال. ليه؟ لان في امبرفكشن لما يكون عمود مقوس. تخيل لما انت ايدل كيس اي عمود حطيت عليه اللود بي كريتيكال اللي هو سميناه بي في اللود كامل اي سكوير اي اي على بس لو جيت جنب العمود قلت هيك بعيد، فهذا معناه انستابل ايكوليبريوم، يعني هو واقف هون بس هيك بقول عليه ايكوليبريوم. فهمتوا شو الفرق؟ شو الفكره؟ فانا بحكي للطلاب بمسار تسجيل لو احنا بنلغي كل الامبرفكشنز، لو كل شيء بيرفكت عندنا في شيء اسمه بطلنج، ما في شيء اسمه بطلنج. فهمتوني؟ صح. بطلنج از جانا نيفر، تمام؟ مش راح يصير في بطلنج العمود. اوكي؟ هلا ليش بصير البقلنج في العمود؟ ليش بصير انبعاج؟ لانه يا شباب العمود اساسا بيكون مقوس، اللود بيكون اساسا زايد. في ستريسز داخليه في العمود من الاساس من التصنيع، كل هذا بتساعد في حدود الازاله. لكن لو انت اخذت كل شيء بيرفكت ما راح يكون البقلنج، ولو حطيت ضعف بكريتيكال العمود راح يضل ستاندنج، بس شو مشكلته؟ شغل المروحه جنبه شو بصير؟ بعيد. زي بالضبط هاي الطاقة اللي موجودة ايش؟ على ظهر التلة، بس تدفع هيك ولا هي معي. واضحة الصورة بس هي. فأنت أهم شيء إنه الإكوليبريوم تكون ستيبل، اتزان بس مش على كشف اتزان، ما فيش مشكلة، أجا الرياح بروح وبرجع بروح. مش اتزان أجا الرياح ولا هو معي.
خطير جدا انه يكون في عندك الايكوليبريوم سوري الايكوليبريوم انستابل هذا انستابل الايكوليبريوم انه هذا ما شاء الله عنه ستاندنج بس ماله نكشف له معي تمام هلا هاي بس تعريفات مشان كنا طبعا حتى يكون عندك هاي الحاله اللي كلها مهمه جدا لنا في التصميم ليتر لما هيك عن التصميم لازم يكون البوتنشال انرجي لا المنشا وضع الحالي لنا ليش البوتنشال انرجي بتعرفوا ان وضع الاكويليبريوم دائما بناخده نشتق البوتنشال انرجي وبنساويه بالصفر فممكن يكون بيك للبوتنشال انرجي اما مينيموم بوتنشال انرجي او ايش او ماكسيموم بوتنشال انرجي اذا في ستابيليتي فهي مينيموم بوتنشال انرجي وبالتالي اذا انا زحت المنشا من مكانه لهون بصير معه بوتنشال انرجي على شو بعمل بتحرك غصب عنه بيرجع لبين زي القصة هاي تمام هلا هون البوتنشال انرجي مينيموم صح ارفع البول لهون شو بصير غصب عنه بيرجع بالبول وبيرجع لهون الاصل في النهاية لكن اذا انا كانت انستابيليتي بكون البوتنشال انرجي ماكسيموم مش مينيموم فاي حركة بتلاقي راح لوين فاحنا بنقدر نحكم على الاكوليبريم انستابيليتي انه ستيبل ولا ان ستيبل من خلال حساب البوتنشال انرجي بنعرف انها ماكسيموم ولا مينيموم بالرياضيات بنقدر نعرف فانكشن مينيموم ولا ماكسيموم اشتقوا نشوف اشارة الاشتقاق الثاني مضبوط فعندنا هالشغلين طيب هلا هون الستايل اللي بنحاول نحكي انه شو الفرق بشكل اساسي بيعرف تعرف الاستابيليتي وبيحكي اللي يمكن حكيته انا وبيحكي البكلينج فيرسس ستابيليتي شو العلاقه بين البكلينج والاستابيليتي الاستابيليتي ما بتحكيش عن تشينج يعني هون الدكتور عبد الرزاق بيعرف الاستابيليتي البكلينج بقول لك تشينج جيومتري اوبن ايدل ستراكشر الى اخره بيوت كومبشن يعني انت بتحط ضغط فبتغير الشكل الجيومتري هذا ما له علاقه بالاستابيليتي بس حسابات البكلينج مهمه في ايش؟ لانه بتعطينا بوينت على اللود ديفليكشن كيرف لبيرفكت ستراكشر بيرفكت ستراكشر بتعطينا بوينت عليه طبعا اذا الستراكشر مش بيرفكت شو بصير؟ بتصير الغياب اقل تمام يعني هلا هون بحاول احكي لك اذا انت بتحط لود اقل من البكلينج لود على ستراكشر بكون ستراكشر ستيبل في ستيت 1 حطيت لود اعلى من البكلينج لود او اعلى شوي من البكلينج لود بقوم الاستراكشر بينتقل من ستيج 1 لستيبل لستيج 2 اللي ممكن يكون اون ستيج تمام؟ هي شاركت اياها تمام هاي اللود بي اقل من بي كريتيكال ستيبل مش في مشكله بي تساوي بي كريتيكال بي اعلى من بي كريتيكال فجاه طبعا هذا هون المنظر هذا ستيبل هاي ستيبل هذا يا شباب هو شو بيمثل هذا الاستابيليتي كيف اللود ديفليكشن كيرف الاستابيليتي هي الدلتا وهي البي لاحظ احنا طالما انه دون البكلينج لود فيش عندنا مشكله فيش عندنا ازاحه بس نوصل البكلينج لود بزيد هلا اذا بزيد بهالشكل كل ما زادت الدلتا بصير بدنا لود اعلى هذا بنسميه ستيبل ايكوليبريوم يعني هو المنشا حط عليه لود مثلا بزياده شو عندي او بتصير عليا بزيد اللود بتصير عليا بزيد اللود فالدلتا بتزيد مع زياده مين؟ اللود لكن لو كان الكير بشكل هيك زي ما راح نشوفه مع التطبيقات نازل نزول ثانك يو فيري ماتش لو كان الكير بشكله هيك معناها كولابس بس توصل لعند البطل اللود زيد شوي فبتعرض انه معي تمام؟ فلو بعض الحالات بكون هيك عندنا ستيبل ايكوليبريوم يعني تكون نقطة من هدول ستيبل ايكوليبريوم ليش؟ ستيبل ايكوليبريوم لأنه زيد الديفليكشن شو بصير عندك؟ زيد اللود زيد الديفليكشن مش مشكلة لكن هون بس توصل لهي النقطة أي لود شو بيعمل عندك؟ مش بيعمل وخلص مش مقاوم هاي تمام؟ طبعا انت لو جيت هذا الكيرف طلعت له معادلة واشتغلت رح نشوف في المثل بس لو طلعت معادلة هذا الكيرف طلعت البوتنشال انرجي واشتقيتها مرتين طلعت لك هون البوتنشال انرجي مالها موجب المشتقه الثانيه دي سكوير باي باي دي اكس باي دي دلتا سكوير اللي هي الديفليكشن بتساوي موجب وما دام موجب شو يعني؟ لما بتكون المشتقه الثانيه موجب شو يعني؟ الرياضيات يعني بتزيد يعني معناها انه ستيبل
الشخص الثاني هو جبل معناته فاتح ايديه هيك على المنيه الرياضيه تمام ما دام فاتح ايديه معناته هاي النقطه بتمثل من يوم بتنشد يعني تمام لكن لو شبيت هاي الحاله شو بتلاقي؟ سالم تمام هذا راح نشوفه في مثلين تماما فهو الدور هنا راح يعطيك العمود العادي العمود العادي هذا الكيرف كيف راح يطلع معه راح نشتغل المعادلات الثانيه يعني مش واحد يقول لي هذا عمود هي الكيرف اللي له العمود اللي هو البن بن اللي حكينا عنه لاول يعني هذا البن هون والبن هون الكورو مش بالضروره يطلع الكيرف له هيك هذا راح نبني له معادلات مع بعض يعني هل العمود بوست باكلينج بيهيفير الكيرف هذا على فكره بنسميه بوست باكلينج بيهيفير هل البوست باكلينج بيهيفير ستيبل ولا انستيبل العمود اللي اشتغل له اويلو بس انت ممكن يكون عندك حاله يكون ستيبل بوست باكلينج بيهيفير او انستيبل بوست باكلينج بيهيفير تمام اما دائما بيفور ذا بيفور باكلينج شو عندك ستيبل اوكي بيفور يو ريتش باكلينج عندك ستيبل طيب الان نيجي طبعا هون بحاول يحكي لك عن شوية شرح عن الكيرف اللي انا شرحته واعطى تعريف البفركيشن بوينت البفركيشن بوينت هي هاي البفركيشن هاي اللي عندنا اللوج هو بيكون بيكون فلما نعمل بفركيشن اناليسيس بفركيشن اناليسيس بنطلع هاي اللي هي البقلينج يعني بفركيشن اناليسيس يعني بقلينج تمام اللي بنطلع منه البقلينج هلا هون قبل ان ادخل في الاكزامبل هون الدكتور عبد الرزاق بلخص لك الخطوات اللي من خلالها بتقدر شو تعمل بتقدر شو تعمل شباب بتقدر تشتق البكلز تاعون الاستابيليتي بتعمل بوكلينج بيهيفير وبتطلع الفاكيشن بوينت بقول لك اول شيء اعمل فري مود دايجرام للفريم للميم للكورب اللي عندك اللي هو اثنين حط الديفورم شيب هاي اهم ملاحظه مش الاوريجينال شيب اذا بتعمل اوريجينال شيب ولا عمره بيطلع معك شيء لازم تعمل تتخيل الديفورم شيب بده يزيد حدا العمود هيك فبنرسم ديفورم شيب بنعمل اتزان على الديفورم شيب وبنحسب منه البفركيشن او بنحسب البوتنشال انرجي للديفورم شيب تمام البوتنشال انرجي بتساوي الانترنال انرجي ناقص الاكسترنال ورك تمام وبالتالي نشتقها بتساوي بس صفر بنطلع البفركيشن بوينت نشتقها مرتين ونشوف ان شاء الله وبالتالي بنطلع البوست باكلينج ستيبل مع ستيبل تمام اذا في طريقتين لنا اهم شيء نرسم الديفورم شيب ونعمل الديزاين عليه هلا الديزاين بنطلع البفركيشن بوينت كطريقه اخرى بعمل بوتنشال انرجي للديفورم شيب بشتقها مره بساويها بالصفر هي طلعت البفركيشن بوينت بشتقها مرتين بشوف شرطه بطلع البوست باكلينج بيهيفير اذا ستيبل ولا نون ستيبل تمام وهلا نيجي مع بعض ناخذ مثال المثل هو ببساطه ريجيد نبدا بريجيد ممبرز ريجيد ممبرز يعني اندي فورمال يعني البين او الكولوم ما بيقوس هو ستريت ستريت طبعا ايش بدا الواحد يقول وين التطبيق للرجل بالضبط؟ حتى تفهم القصه بشكل كويس تبدا برجل تفهم الموضوع منيح بعدين نروح للبراكت ديفورمد للريال ما في شيء اسمه رجل في اليد ما في رجل كورب في اليد بس احنا كيف زي الواحد لما بيبدا بحل معادلات وايش على الشيء البسيط وبعدين بنروح بنطبق على الشيء اللي ماله اللي اعطاك منه فاحنا اللي هو الواقع فاحنا بنبدا اول شيء في تخيلوا هذا المثل راح حله عن لون عندك انت هاي هذا رجل وهي لون طبيعي طبعا طول وهذا روتيشن سبرينج معامل له كي السؤال هذا لو بدنا نعمل اكوليبريوم على الاندي فورم شيب شو بيطلع؟ ولا شيء شو العمود في اكسل بس
السلام مظبوط. لو واحد يقول الاتزان لسه بيكسر رياكشن بيساوي بي خلص الاكشن فورس بي وخلصنا وسبرينج شو فورس بي ولا شيء ما نرسم الديفورمتي لازم نرسم الديفورمتي ما لا ارفع لفوق ولا تحت حط انت بس دائما يفضل انك تعمل الديفورميشن باتجاه الموجب مشان ما تخربش بالاشارات فكيف اتجاه الروتيشن الموجب تذكر انه هذا ما له هذا ريجن كاونتر كويس فانا باجي بفصل بالعمود كيف طلع لفوق هيك هلا بجوز بعضكم يقول خلي الانون هاي دلتا بعضكم يقول خلي الانون هاي ثيتا زي ما بدك لكن ده طبعا خلي هاي دلتا او ثيتا في روتيشن فهي ثيتا لاحظ ان العلاقه بين دلتا وثيتا مالها دلتا بتساوي ال ثيتا يعني لو انا بدي يا بخلي دلتا والانون او بخلي ثيتا والانون ديبندنت إذا طلعت كيف أطلبها بإل تطلع دلتا لو طلعت دلتا بسها على إل تطلع خلينا نمشي على كيف هلا أول إشي البفركيشن أناليسيس قلنا البفركيشن أناليسيس شو بدنا نعمل؟ لا مش بوتنشال إنرجي لكن إنرجي مثل بفركيشن مثل بدنا نوجد الإيكوليبريوم هاي الديفورم شيب هاي الديفورم شيب وهي البي تمام؟ اوكي؟ هلا اتذكر لما هذا يميل بكسر شوي، صح يا شباب؟ بس هاي معلومة يمكن ما حكيناهاش، لما هذا يميل ماله؟ بالانرجي بتمنع. لما هذا يميل هاي الطول الاصلي مش هو نفسه بكسر، انما هاي شو بتصير المسافة؟ ال كوساين ثيتا، مضبوط؟ وهاي ثيتا هون في عندك two reactions اللي هم من AX, AY, AX صح؟ وفي عندك المومنت اللي جاء من السبرينج اللي هو بيكون عكس الدوران هيك K theta صح؟ البفركيشن اناليسيس شو بيعمل؟ بدنا نكتب الإيكوليبريوم اتزان عادي ستاتكس يعني هلا بدايه الماده راح نلاحظ انها من البساطه بتكون معقول هذا من البساطه اللي جايبنا فيه اتزان شو الاتزان مجموع الرسوم عند النقطه ايش يساوي؟ صفر مضبوط؟ summation of movement at A equal to zero مين بيعمل رسوم؟ هو هاي كذراعها كم ذراعها اللي هي L sin theta فال ساين ثيتا هاي ناقص في بي سوري نسينا نقول في بي ناقص كي ثيتا يساوي صفر هاي الاتزان هذول الاثنين بيعملوا مش عزم وبالتالي شو بيطلع معي؟ كي ثيتا او بي بي يساوي كي ثيتا على ال ساين لو بدك انت تخلص من اليونتس تاع بي شو بتعمل؟ بتروح ضارب ال في بي وبتقسمه على كي لانه هذا روتيشن سبرينج الكي وحدتها كيلو نيوتن متر تمام؟ مشان تخلص من الوحدات يعني واحد بيقدر يقول بي ال على كي هاي كثير بيستخدمها كتاب التكست بوك عندنا تساوي ثيتا ثيتا على ساين ثيتا مضبوط ولا غلط؟ اوكي تمام؟ هلا لاحظ فور سمول ديفورميشن طبعا شو الهدف من هاي الحركه؟ اخلص من الوحدات مشان ما يكونش كي بالكيلو او بالباوند هيك هاي صارت دايمنشن بس مالهاش وحده تمام هاي صار البي وحدتها كيلو نيوتن ال متر وهذا وحدتها كيلو نيوتن متر بيشطوا مع بعض تمام هلا فور سمول ديفورميشن ساين بس يعني اف ثيتا از سمول بين قوسين سمول ديفورميشن طبعا ممكن يكون عندنا سمول ديفورميشن ثيري ممكن يكون عندنا لارج ديفورميشن ثيري فاذا عندنا سمول ديفورميشن بتصير ساين ثيتا بتساوي ثيتا وبالتالي هذا شو ممكن يطلع عندي يا شباب؟ بي ال على كي بي ال على كي بتساوي واحد يعني البطلينج لود اللي بدك تيجي بتساوي كي على ال تمام؟
الاشكاليه في طريقه البفركيشن. هاي طلعنا اللي بتتكلم. هلا لو بدنا نرسم الرسم اللي كنا هناك رسمينها، بتكون عندك انت تين. هاي البيمن، هاي طبعا البي دلتا كيرف او البي ثيتا، مش البي دلتا لانه عندنا ثيتا بنشوفه ايه ثيتا. هلا هون هاي البيمن اللي هي كي على ال، يعني بهاي المثال طلع بيتندش على الماتيريال ما لش دخل. طبعا يعتمد على سبرينج، ما هو تنساش انه هون بي، يعني انت هذا لو فيش سبرينج شو بكون انستابل صح؟ صحيح. هذا انستابل، هذا لحاله انستابل، ما فيش اصلا، لانه كي يعني يستخدم نفس الرول كي تساوي زيرو، شو بيطلع معك بالبابلينج لود؟ صفر، هذا عط عليه اي لود لو معين. تمام؟ طب هلا احنا فعليا لما بنبلش الديفورميشن احنا بنبطل تصير سمول، يعني اتس نو لونجر سمول، فايش؟ يعني انت الميات اللي هاي مالها هاي بالبدايه عند البابلينج هي سمول، بعدين شو بتصير الديفورميشن؟ اعلى. ففور لارج ديسبيسمنت لو قلنا كتاب حل هاي لحال وهاي لحال وعاجب الدنيا زياده عن اللزوم على الفاضي هيك، يعني انت مبسط الامور اكثر. لا مش عارف بس ما بيساوي شيء ثيتا، لانه احنا شباب على هذا الكير طالما احنا قريبين من هاي النقطه فهي سمول. طب اذا صارت ثيتا هون صارت سمول بطل يصير سمول. فبالتالي اف ثيتا از لارج السؤال الريالي هي السمول ديفورميشن ولا لارج ديفورميشن؟ يعني الصح لارج لارج. انت فهمتوني تمام؟ يعني الصح ان نحل على لارج ديفورميشن، بس احنا ليش بنروح للسمول ديفورميشن؟ مشان التبسيط. لاحظ لما بتكون سمول صارت شقبت الثيتا مع الثيتا صارت واحد، هلا لو بصير لارج بتصير عندي انا البي ال على كي ال على كي بتساوي ثيتا على ساين ثيتا، مضبوط؟ صح؟ ولاحظ شغله، هذا ممكن نرسمه ككيرف، هذا ممكن كيف نرسمه؟ بدلالة كيرف. في شغله مهمه كلكم بعرفها، دائما الزاويه اكبر من ساين، طبعا هون الزاويه بالراديو، اي زاويه بالدنيا دائما اكبر من ساين. ليش؟ اذا بتتذكروا في الرياضيات بتلقوا اثنين ساين ثيتا في التيلر سيريز شو بيساوي؟ ثيتا ناقص ثيتا تكعيب على 6 زائد ثيتا تو ذا 5 على 120 الى اخره، التيلر سيريز للساين. اذا اهملنا التيرم هذا لانه ثيتا نوعا ما مش رح يكون كبير كثير، فمعناته هي ثيتا ناقص ايش؟ ناقص ايش؟ يعني دائما الساين اصغر من مين؟ الزاويه. واذا مش مصدقنا على الكالكوليتر بتضرب اي زاويه بتطلع ساين، فمعناته حاصل قسمه الثيتا على الساين ثيتا بيكبر كل ما كبرت الزاويه. يعني هذا الكير بكبر الزاويه شو بصير فيه؟ بيكبر. فعشان هيك لو بدنا نرسم باللارج ديفورميشن بتطلع الرسمه هيك، مش واحد خلص وثالث، لا بتطلع. طبعا هاي احنا شباب هاي الكي ال، اذا رسمت انا بي هون بتصير البي بتساوي الكي على ال ثيتا على ساين ثيتا. اذا بدكم بدل ما ارسم بي برسم البي ال على كي، تمام؟ فهذا كيف بيطلع الكيرف؟ اكبر من واحد يعني بصير يزيد، لما واحد ببلش يزيد صح؟ طبعا هذا اللارج واللي هو مين اقرب للريالتي، اللارج ولا السمول؟ اللارج. وهذا السمول ديفورميشن قصدي، وهي فيكم واحد. طبعا هاي هي البفركيشن بوينت اللي ايش؟ اللي احنا بنحكي هلا هذا يعني انه في عندنا ستيبل، طبعا لانه احنا قلنا الريالتي هي لارج ديفورميشن، وهذا منطقي. يعني شو؟ يعني كل ما انا زدت اللود بزياده بميل اكثر، زدت اللود بزياده بميل اكثر، بس مش انه فجاه بتكون على جنب تمام. اوكي، هاي معنى هذا الكلام، انه زيد الحمل بزيد، زيد الحمل بزيد وهكذا، هذا ستيبل. طب انا هون شايفه من الرسم انه ستيبل، بقدر احكم ماثماتيكلي انه ستيبل؟ لازم اقول الانرجي ايش؟ والانرجي ميثودز هلا هون قلنا هاي البفركيشن ميثود، الانرجي ميثود كيف؟ عملية برضه مش صعبة، بدنا نحسب الباي. أول شيء الانترنال انرجي، شو بدنا
تساوي سترين هير شو بدها تساوي؟ خليني انطف انرجي من هون انرجي. اذا هذا حليناه المساله بطريقتين، طريقه البوفركيشن ميثود والانرجي. هلا واحد بيقول لك شو بدنا في الانرجي ميثود؟ البوفركيشن شكلها سهل بالمسائل البسيطه جدا، اتزان استاتيكي ماله اللي هو البوفركيشن مود طلعنا من الاستابيليتي سهل. اللي اخذ منكم فاينايت ليمت اشتقاق المعادلات للبار بالاتزان العادي كانت سهله. طب اشتقاق المعادلات للشل لو بنروح على الاتزان العادي بنروح مباشره، بينما في الانرجي خلص ولا بنفهم شيء. فالانرجي دائما بتيجي للحاجات اللي ما الصعبه. بس لما نطبق الانرجي مثلا الانترنال ويرك شو بيساوي؟ او الانترنال انرجي سترين انرجي خلينا نسميها الانترنال بدها تساوي نص ك ثيتا سكوير صح؟ ثم بدناش الطاقة اللي بتخزنها نص في ك ثيتا. طيب الورك شو بده يساوي؟ الورك شو بده يساوي؟ بي في دل بي في هاي مش دل العمودية هاي مثلا صح؟ طب هاي المسافة كم؟ اللي هي ال ناقص ب ال ناقص بي في ال ناقص ال كوساين ثيتا. متابعين معي شباب؟ صحيح. البوتنشال اللي هي الفرق بينهم فهذه بتصير بي ال بي ال في واحد ناقص على باي باي بتساوي اللي هي نص كي ثيتا سكوير ناقص في ال في واحد ناقص كوساين ثيتا. حتى تطلع انت ال equilibrium state تشتق الباي بتساوي بالصفر، فدي باي باي دي ثيتا بدها تساوي كي ثيتا. طبعا هاي واحد والتيرم كونستنت بروح سالب السالب موجب مشتق الكوساين ساين مضبوط بس سالب، فبتصير سالب بي ال ساين ثيتا بتساوي زيرو. لاحظ انها نفس المعادله اللي طلعناها قبل شوي مضبوط. هلا عوضوا شو بيطلع معك؟ بيطلع معك البي ال البي ال على كي هيك سميناها بتساوي ثيتا على ساين ثيتا نفس اللي طلعناها سابقا. طب اشتق كمان مره اشوف كي دي سكوير باي باي دي اكس سكوير وقلنا هذا لازم يطلع ثاني الموجب هي بيطلع عندك كي اول شيء ناقص بي ال كوساين هلا اذا انا افترضت انه ثيتا سمول اذا رجعت لسمول ديفورميشن كوساين ثيتا ماله؟ واحد في سمول ديفورميشن كوساين ثيتا واحد لاحظ طالما البي اقل من البكلين لود شو بيطلع معك؟ طالما البي هلا موجب يعني سمول يعني اذا البي أقل من بي كريتيكال أو بعبارة أخرى إذا البي ال على كي أقل من واحد شو بتطلع معك ساعتها؟ عوض هون بتلاقي هذا بيطلع موجب بتطلع البي سكوير باي باي دي اكس سكوير مالها كي باي دي ثيتا سكوير باي دي ثيتا شكلها دي باي سكوير دي سكوير باي باي دي ثيتا سكوير بتطلع موجب. مدام طلعت موجب شو يعني؟ ستيبل. هلا في اللارج اذا بدك في اللارج ديفورميشن عوض هاي البي ال هون شو بيطلع معك؟ شو بيطلع معك؟ طبعا احنا الحقيقه البوست بوكينج بيهيفير دائما عندنا لارج ديفورميشن، فلو عوضنا بي ال
بتساوي كي وبتصير عندنا دي سكوير باي باي دي ثيتا سكوير بدها تساوي كي. وقلنا محل هاي كي في المحصلة كي في ثيتا ماينس كي في ثيتا في ثيتا على تان ثيتا. خليت الساين في المقام بس نقلت تحت يمين الكوساين. هلا طلع الكي برا هاي تطلع كي في واحد ناقص ثيتا على تان ثيتا. معروف انه دائما التان ثيتا اكبر من الزاويه، يعني معروف دائما الساين اصغر من الزاويه والتان معروف اكبر. اذا بدك حتى نورجيك هذا الكلام جيومتريكلي، طبعا تقدر تثبته ماثيماتيكلي اذا بدك بس جيومتريكلي اسهل. طلع هاي عندنا هاي مثلث تمام؟ اوكي هذا الضلع على هذا الضلع شو بيعطيك؟ التان صح؟ فاذا الضلع هذا اطول من القوس معناته ايش؟ معناته التان اكبر من الزاويه. ليش؟ لانه طول القوس على تخيل جزء من الذهب، طول القوس على هذا الضلع شو بيعطيك؟ الزاويه. ماشي معي؟ طول القوس على هذا الضلع بيعطيك الزاويه. طول هاي القائم على هذا الضلع شو بيعطيك؟ الثاني. هلا اسالكم سؤال بالنظر مين اطول هذا القائم ولا القوس؟ بين القائمين تمام؟ هلا طب الساين شو الساين؟ المقابل على الساين هيك هذا الضلع على مين؟ على المائل. ما دام هاي دائره بكون المايل والكيرف ماله؟ سوري المايل اكبر هذول الاثنين شو بيكونوا متساويين. فكمان مره هاي الصغيره على المايل اللي هو نفس الافق اللي تحت شو بيكون؟ ساين. الكير على المايل او على اللي تحت بيكون الزاويه، والضلع القائم على اللي تحت شو بيكون؟ التان. فبرايكم دائما الزاويه اللي هو الكير اطول من الساين بس ماله اقل من التان. طبعا هذا الكلام بسيط جدا في يعني في الكالكولس بدايات او في بدايه الموضوع بتاع الصاله والصاله في المدارس يمكن بيحكوه، لكن الاهم اذا مش مصدق في عندك قارئ على الكالكوليتر تحط اي زاويه بريدك بس معك بيطلع ماله جواب اقل من واحد. بالرياضيات اذا بدك هو اعمل التيلر سيريز، شوف التيلر سيريز للتان بعد مثلا اكبر من مين؟ من الزاويه. هلا التان هو كوساين على كوساين، ارفع الكوساين فوق قسمه مع بعض وطلع له القيمه هاي اقل من واحد. فدائما هذا مظلم، دائما مظلم. لكن في حاله واحده بخوفنا فيها، شو هي؟ طب اذا الزاويه صفر ساعتها بطلع ثيتا اللي هي زيرو على تان ثيتا اللي هو زيرو، شو بيطلع معنا؟ ممكن يطلع هذا لو اخذت له الليمت شو بيطلع؟ حسب ما عرفت الرياضيات، خذ له الليمت از ثيتا كوز تو زيرو بيطلع واحد، فواحد ناقص واحد صفر، وبالتالي المشتقة الثانية صفر. إذا المشتقة الثانية للإنرجي موجبة ستيبل، إذا المشتقة الثانية للإنرجي سالبة أنستيبل. طب إذا المشتقة الثانية يعني صفر شو نعمل؟ هلا هون إذا at all values أو for مش at for all values of data ايش معناته؟ نقطة محددة for all values of theta أكبر من صفر ال d squared pi by d theta squared تساوي أكبر من زيرو، يعني موجب معناته stable. مين الزنخة؟ الزيرو. هلا في الزيرو قالك حتى تعرف انها stable ولا مش stable عند الزيرو قالك اعمل تيلر سيريز. فاكرين تيلر سيريز ولا لا؟ اعمل تيلر سيريز للباي. هلا شو تيلر سيريز؟ تيلر سيريز قال لك اذا عندك انت اي اقتراب بالدنيا اف اوف اكس، واحد اسمه تيلر قال لك شو رايك تكتب لك اياه هذا البولينوميال؟ كيف؟ قال لك خذ اف اوف اكس يساوي اف اوف زيرو زائد اف برايم of 0 في x
زائد اف دبل برايم اوف 0 في اكس تربيع على 2 زائد اف تربل برايم اوف 0 في اكس تكعيب على 3 فاكتوريال الى اخره. تمام؟ توين في وفي عند الاثبات الرياضي انه اذا انت بتحط هذا الالكترون هي بتطلع نفسه اف اوف اكس بغض النظر عن اف اوف اكس في ماثماتيكال بروف. تمام؟ فهلا احنا الباي مش عارفين شو هي، خلينا ناخذ 4 5 4 تيرمز بالتعاون تيرم. تمام؟ فهلا ناخذ باي شو بدها تساوي؟ باي اوف 0 في ايش؟ ولا شيء في اكس دولار 0 زائد باي اوف باي برايم اوف 0 في زيرو في تيتا. طبعا هون احنا باي بدال تيتا مش بدال اكس عشان هيك عملنا زائد باي دبل برايم اوف 0 في ايش؟ تيتا في تيتا تربيع على 2 زائد باي تريبل برايم اوف 0 في تيتا تكعيب 3 فاكتوريال اللي هي 6 زائد باي 4 برايم. طبعا بكتبوها 4 برايم بكتبوها اما اي بي هيك او بحطوا 4 بين قوسين تيتا تو ذا 4 على 24 الى اخره. هذا حسب تيرا. الان باي اوف 0 عوض الثيتا 0 شو بتطلع معك الباي؟ ارجع الباي صفر صفر ارجع على المعادله بتاعت الباي. شو معادله الباي؟ اللي هي نص كي ثيتا سكوير ماينس بي ال في واحد ناقص كوساين. هلا اذا ثيتا صفر هذا صفر وهذا صفر معناته صفر فاول غير معين. طب اشتقها شو بتصير؟ عند الصفر بتطلع زيرو. اشتقها شو طلعت معنا لما اشتقيناها؟ كي ثيتا ناقص بي ال ساين بي ال ساين ثيتا عوض الصفر شو بتطلع معك؟ برضه صفر. فهذا بقول الترم الثالث الثاني عفوا اشتقها كمان مره بتطلع معادلة ايه؟ عوض الصفر برضه بتطلع صفر فهي اشتقها معادلة صفر. طيب المشتقة الثالثة اشتقها كمان مره هلا بدك تشتقها بتشتقها بقانون الرياضيات هذا بقول الترم شو بتصير المشتقة الثالثة؟ احنا طبعا احنا بنكمل نعمل هذا على النيبل بس مش مشكلة هي دي كيوب باي باي دي ثيتا كيوب ناقص هلا هي كي برا مشتقة البسط في المقام فتان ثيتا ناقص المقام البسط مشتقة المقام فناقص مظبوط هيك ولا البسط مشتقة المقام ناقص المقام مشتقة البسط ثيتا في البسط مشتقة المقام فهي ثيتا مشتقة التان سيكنت سكوير تربيع ناقص تان في البسط لا صفر مشتقة البسط هيك لازم نعمل ناقص البسط مشتقة المقام على المقام تربيع هيك اللي كنت ماشي صح المقام في مشتقة البسط اللي هو تان ثيتا ناقص الآن البسط في مشتقة المقام اللي هو ثيتا سيكنت سكوير ثيتا على المقام تربيع اللي هو تان تربيع. هلا هذا لو عوضت فيه عوض الصفر هيك بس بعيدا الصفر هذا الترم هو تمام تان الصفر اللي هو صفر وصفر هلا هاي مع بعض شو بصير فيها؟ برضه بتروح بتطلع معك زيرو المشتقه الثالثه اذا اخذت لها ليمت بتطلع صفر عندك المشتقه الثالثه اذا اخذت لها ليمت يعني كيف هلا بجوز واحد يقول بدك تقعد على ليمت الرياضيات لا مش اسهل على الكالكوليتر حط زاويه مثلا واحد بال 10000
او ثاني الزاويه على طلع معك رقم صغير جدا جدا، معناته ايش؟ معناته انك is going to what to zero. فجربها بالله عندك اذا سمحت، حط زاويه بس اعمل ريديان، خلي بالك النظام ريديان، حط ثيتا واحد بايش؟ بالالف او بالعشره الاف، ثاني واحد بالالف ناقص واحد بالالف بالسيكنت سكوير واحد بالالف على ثاني واحد بالالف تركيب، بتوقع بيطلع معك ايش؟ اللي هو الزيرو. هلا المهم راح يضلوا عندك لمين؟ للفوف تطلع بوزيتيف جود. تمام؟ وينو؟ مش جربوا يعني انتوا جربوا عليكم. المشتقة الرابعة اللي عند الزيرو هي الوحيدة اللي بتطلع مالها؟ اللي بتطلع بوزيتيف. هلا كون المشتقة الرابعة طلعت بوزيتيف يا شباب معناته هذا دليل على انه ايش؟ على انه الستيبل، اوكي؟ لانه انت المشتقة الثانية هي زيرو بتطلع معها، فبنروح لمين؟ المشتقات اللي وراها بتطلع مع المشتقة الرابعة بوزيتيف، فما دام المشتقة الرابعة طلعت بوزيتيف معناته ايش؟ معناته عندنا ستيبل، فعند الزيرو ستيبل، عند الزيرو بيطلع معنا ستيبل. هذا بشكل اساسي اللي بجوز البارت الماثيماتيكال شوي ليكن اللي هو بس الدريفيشن او الدفرنشيشن عفوا. وهذا بتوقع لو هلا مشغلين الليبل كامل بنحط الكترون كله الفورث دريفيتيف كلهم طالعين منها، ظبطت معك ولا لا؟ يعني انت لو عملت له دروينج للالكترون كنا حسب ناصر، اوكي؟ ناخذ مثل ثاني، بدنا ناخذ كمان مثلين. تحبوا ناخذ بريك هلا؟ كيف شو 10 دقائق ربع ساعة، يعني هيك تو ريلاكس المشكلة. اوكي. ماشي ماشي طيب. طيب معناه اليوم نكمل يعني هلا بقول انه رمضان الشهر واحد شو بده يطلع. طيب نعمل المثل الثاني. اوكي لك تطلع رقم صغير بالنسبه للثيتا معناته اتس جوينج تو زيرو. يعني هلا اعمل اعمل الثيتا 10 واحد بالمليون بتلاقي اتس رقم صغير. تمام؟ هلا هاي الطريقه اللي احنا زمان كنا في الرياضيات بالشهور ما حضرت ولا شيء عوض بالكلكوليتر. طبعا هم بعلموا كل شيء مشان يعلموا مش الاليه الرقميه لحساب الليمت، لا الاليه الرياضيه. تمام؟ اوكي ناخذ مثل ثاني، المثل الثاني انذر اكزامبل بجوز هيك. طبعا لفتوا بس استعرضوا لكم الرسمه اللي عملها الدكتور عبد الرزاق عنده اللي احنا اوريدي مور اور ليس عملناها. هاي عامل الاكوليبريوم، هذا المثل الثاني. طبعا عامل اشتقاقات بس هو مش عامل الانرجي والبفركيشن مع بعض، لا عاملهم اول شيء حال البفركيشن كله بعدين حال الانرجي. لا ارتقيت من مثل نفسه بنحله هيك وبنحله هيك. هلا بجوز بعضكم لما تطلع على حل الانرجي بقول لك شو وجع الراس، ما هو حل البفركيشن طلع ماله. بس زي ما قلنا بالامثله البسيطه دائما حل الانرجي يمكن. فأنا بتذكر بالفناي كلمة لما جينا نشتق على الانرجي على الطلاب قال لك شو هذا اللي تخلصنا فيه. تمام؟ ممكن لما نروح للشيء المعقد قال لك دخيلة غير الانرجي ما فيش، اوكي؟ فبالشيء البسيط الانرجي بتكون مش سهلة لك او يعني اصعب من غيرها، لكن بغيره لك تكون الانرجي اسهل. هلا نيجي نطلع على هذا المثل، هذا المثل بيرمى في ملاحظة عليه يا شباب. هلا في شغله مهمه الفت انتباهكم لها، انه السبرينج هذا من تحت بتحرك، يعني مش عارف كيف بوضحها ولا شو بوضحها، شو يعني؟ يعني لما العمود بيزيح مش كل ما اعلى العمود بتحرك هيك بقصار شويه، مش السبرينج بصير مايل، لا السبرينج بيمشي معه، فهمتوني؟ بضل مال السبرينج رولر عمودي. هذه قضية مهمة، لأن لو احنا بنعمل سبرينج بميل معه الاشتقاق كله بيختلف. بعد بقول لك بتفرق، مش لا بتفرق. والمايل
غير عن مين؟ بتحكي عن لارج ديفورميشن اشتقاقات، فبتقول المايه غير عن طول مستقيم. القوه بتصير مايه فيها كومبوننتس، قصه بتصير فاهميني؟ هون مش الموضوع هلا لا مو هلا في الاكزامز ما بكون بالنص حكي لك انه هاي موبابل او بكون وضح لك اياها بالنص، بس هو الشقاق حتى الكتاب شقاق على اساس انه هاي ايش دير بالك لو عملنا احنا هاي بن، لو عملنا هاي بن انا بتوقع المعادلات راح تصير اصعب بكثير، لانه الجيومتري بصير اصعب مش لانه الاشتقاق، يعني تتخيل بصير في عندك قطعه ما هيك. هلا هاي إلها علاقة بكوساين الزاوية صح؟ معناه بقول هذا صار له علاقة بمين؟ كوساين الزاوية، قوة السبرينج صارت لها علاقة بكوساين الزاوية، بطلت تصير مجرد معادلة بسيطة. جنبه في البيت هيك اعمل اشتقاق لإيش؟ لحالة إنه يكون مش طول بين، لأن عم بكون صريح معكم، أول ما شفت المثل وأنا بحضر لكم في المساء قلت اها لو كان بالولد في احدى منه سؤال امتحان تمام؟ ماشي معي؟ تفرق شوي. طيب هلا في هاي الحاله طبعا هاي البي نفس البوفر كيشن اناليسيس بجوز بعض الزملاء بيضربوها بايفر كيشن او اللي هو بس انا حطيت دائما الكلمات زي هيك الغريبه شويه بحطها على pronunciation على جوجل وشوف كيف بتقولها. يعني زي مثلا ريلي في الداينامكس كلكم اخذتوا داينامكس صح؟ بجوز مش هيك بتقولها لبعض ريلي اوكي؟ بس انا حطيت على جوجل كيف بتقولها اوكي؟ تمام؟ على كل حال propagation analysis سهله جدا هاي اذا مش بملش الزنبره يلا اشوف مع بعض شو نخلي الانجلون ثيتا ولا دلتا؟ نضلنا على ثيتا؟ نضلنا على ثيتا؟ شو رايكم؟ خلينا القوة اللي في الزنبرك هاي الرد او الكولوم او اللي هو هذا اي واي وهاي اي اكس تمام؟ في قوة السبرينج داون مقدارها كي في دلتا وكم يعني كي ال ثيتا مظبوط؟ صح وهي بي صح ولا طبعا؟ فعلى الايكويشن اللي بتطلع عندنا او اذا بدك تكون دقيق هاي كي ال ساين ثيتا لانه هاي ساين الزر وليس الزر يا جماعه الكير صح؟ تمام؟ اوكي؟ يعني السمول ديفورميشن الدلتا بتساوي ال ثيتا باللارج ديفورميشن الدلتا بتساوي ال ساين طيب هلا نعوض العزوم عند هاي النقطة شو بيطلع معنا؟ بي في دلتا بي في دلتا او اللي هي او ثيتا في ال ساين ثيتا مظبوط بدها تساوي هذا مين؟ هذا سميشن اوف مومنت راوند اي راوند اي ايكوال تو زيرو في مشكله ساين ثيتا ليش ساين ثيتا؟ هلا احنا الحقيقه قبل شوي انا حكيت لك انه الدلتا هاي الدلتا بتساوي ال ثيتا هذا الكلام سليم اذا كانت تساوي ماذا؟ سمول بس اذا كانت تساوي لارج بتصير الدلتا بتساوي ال ساين ثيتا يعني هذا وقته مشان تصحيح المعلومه هلا احنا هون بنشتغل دائما لما اشتغل على اللارج بعدين بقول اذا دلتا سمول بعرف احسن لانك اذا بتشتغل على سمول وبعدين تقعد تظبط لا هيك بكون معي معادله فيها كل شيء جاهز بعدين بقول اذا الزاوية الصغيرة ما هو الساين يساوي ثيتا والكوساين واحد مبسوط الكوساين طيب ناقص مومنت بين البي البي تمام ناقص مومنت السبرينج اللي هي كي في ال ساين ثيتا هذا مين؟ في الذراع
الذراع بدك تدير بالك، الذراع القصير ما هون الناقص هذا الذراع اللي هو شو الذراع ال في 1 ناقص 2 سنتي لانه مو في هاي بتصير ال سكوير اللي بتكون الامكانيه طبعا ال 1 ناقص 2 سنتي ايكوال طبيعي هاي اذا بدك بالرياضيات اما ساين ثيتا يساوي تطلع الساين ثيتا برا والال شطبها شطب الال من المعادله ولا لانه الال ولا يمكن يكون صفر صح؟ بعدين طلع الساين ثيتا برا بتصير ساين ثيتا مضروبه في بي ناقص كي ال في 1 ناقص كوساين ثيتا تساوي صفر ماثماتيكلي إما الساين ثيتا يساوي زيرو أو التيرم الثاني يساوي زيرو. طب إذا الساين ثيتا يساوي زيرو شو معنى هذا الحكي؟ معناه ما فيش حركة يعني شريكي بيسموه تريفيال سوليوشن يعني والله زي لما تيجي تحل المعادلة التفاضلية للأيجن فاليو بيطلع لك حل إنه كل شيء صفر. طب وشو يعني كل شيء صفر؟ معناه مش خالص فهذا الحل مرفوض. فإما الساين ثيتا يساوي زيرو هذا مرفوض لانه طلع لنا ثيتا صفر او هاي تساوي صفر او هاي شو تساوي صفر وبالتالي شو تطلع معنا اور البي معناها تساوي اور بي تساوي ايش اور هلا هون كيف نقدر نعمل هذا المشكله الشباب الكي وحدتها كيلو نيوتن بير ميتر طب تضربها بايه شو تطلع معك فلو قسمنا البي على كي ال هذا مش ضروري بس كتاب كثير بتعمل فيه تبسيط دايمنشنز يعني بتبطل ساعتها تقول كم ال وكم كذا ترسم كوانتيتي از از فلو نقلنا هاي على الطرف الثاني اور بنقول بي ناقص كي ال اور بي ناقص كي ال 1 ناقص كوساين ثيتا بتساوي زيرو هلا انا لو جيت اطلعت على هاي خذ هاي على الطرف الثاني قسم على البي على كي ال بتساوي 1 ناقص كوساين ثيتا أما رأيت إنه 1 على 1 لا مظبوط 1 ناقص كوساين ثيتا تمام يعني هون تفرقش اذا كانت سمول طلعت تفرقش اذا سمول او لا تفرقش نعم يعني المفترض انه ما تطلعش هون دكتور ال ساين ثيتا اه مش لازم ناخذ ال ال القصير صح لا لا الذراع تبع بي الذراع على بي ماله لا مش فيه هو نفسه لا لا عندك ال ساين ثيتا هاي مظبوط كي ال ساين ثيتا زي ما حكينا لهون
ضربنا في ال هو بيشتغل على سبوت ديفورميشن في الدوران سبرينج اول شيء يساوي نص كي كي في المسافه اللي دلتا تربيع او بعباره اخرى في ال سكويرد ساين سكويرد تي مظبوط اي اشكاليه تمام طيب الاكسترنال ورك او الانترنال انرجي يعني كلمه انرجي او ورك زي هم بسموها internal energy و external work هذا المصطلح اللي بستخدمه مش مشكلة كده external work اللي بيعمل اللود كم اللي بيعمل اللود اللي هو نفس اللي حسبناه قبل شوي هو B اللي هو national box B في دلتا صغير L واحد ناقص قصان قصان تمام دكتور بس المفروض L تربية ساين تربية دلتا هلا هاي المسافة شايل الصاين التربية هلا نقول الانرجي المخزنة في السبرينج نص كيل السبرينج في المسافة اللي تزاحم سبرينج التربية إذا فاكر بالفيزيكس لما يكون عندك سبرينج هيك وتزيحه مسافة X مش كان يقول لك نص كيل X تربية فهي X أوكي هلا خذ الباي اللي هي البوتنشال انرجي الانترنال اللي نص K L تربيع ساين تربيع ثيتا ناقص هذا اللي هو B L بواحد ناقص كوساين ثيتا اشتق هلا D باي باي D ثيتا D باي باي D ثيتا شو بتطلع يعني
انت في البيت اذا هذا تسلى شوف لو كان مايل لو كان دميل شوف اطلع معنا تمام تسطع الاشياء بس دي بالك يكون انه يصير في كومبوننت في شويه اختلافات خصوصا في اللارج انفورميشن السمول انفورميشن ما بيختلف بس في اللارج انفورميشن راح يختلف تمام دي بقى اشتغلتم اياها شوف هاي على اثنين بتصير كي ال تربيع مضبوط اللي حكيته في ساين تيتا وساين تيتا هذا البارت الاول مضبوط مشتقه هاي يا مشتركين بتطلع الترم الكونستانت بتضل كونستانت ناقص بي ال ساين تيتا تساوي زيرو بنطلع الساين تيتا برا قلنا انه ساين تيتا يساوي صفر از نونسنس فكأنه ماثماتيكلي بيزعل بعمل الرياضيات بس مش مشكله والال مع الال مع التربيع والال مع التربيع بتقول هذا لو عملوا دكاتره التربيه جات تعطيك العافيه جريمه هو كرياضيا جريمه بس تطبيقيا هون مش جريمه لانه احنا عارفين انه الساين تيتا ايكوال زيرو از نوت الريستيك سوليوشن فبتصفع من نفس المعادله بتصفع عندك اللي هي بي على كي ال تساوي كوساين بي واللي هي نفس المعادله طبعا طيب لو اشتقينا كمان مرة اشتقوا كمان مرة وعلى فكرة حتى اساعدك اشتقاق كمان مرة شو هنعمل مين بقول لي يا شباب الساين ثيتا والساين ثيتا شو بيساوي دي باي باي دي ثيتا بتساوي كي ال تربيع بطلش هلاحظ الاشي انه مش ما بدو بدك تساوي صفر بدك اشتقها عاتنين بالساين اثنين تيتا مظبوط هذا الكلام بدل ما نقول الكل اول في مشتق الثاني ناقص زائد الثاني ثلاثة هلا هيك اسف صار ناقص ب ساين الان اشتق شو بتصير دي سكوير باي باي دي تيتا سكوير بدها تساوي كي ال سكوير كي ال سكوير سوري اثنين مع اثنين اثنين بتروح من المشتقة بتصير كوساين التو ثيتا ناقص بي ال كوساين تي تمام؟ على فكرة لو عوضنا محل بي قيمتها شو هي بي؟ اللي يعني هو اذا بدك هون كي ال شو بتصفي هاي؟ يو يوز باي بتساوي لي كريتيكال لود كي ال كوساين ثيتا لانه طالما احنا اقل من الكريتيكال لود في شيء بطيء في شيء زائد هلا اذا عوضت كلمه الكريتيكال لود ونشوف بتطلع معك يا شباب كي ال بتطلع بتصير كي ال تربيع بتطلع برا بتطلع برا بتصفي عندك هاي بتساوي كي ال تربيع كي ال تربيع في كوساين في كوساين 2 ثيتا ناقص كوساين سكوير ثيتا هذا الترم دائما نيجاتيف شو عرفت انه دائما نيجاتيف بنستخدم الترجونومتريك ايدنتيتي كوساين 2 ثيتا شو بيساوي معادلات الزوايا كوساين 2 ثيتا شو بيساوي كوساين 2 ثيتا كلكم بعرف بيساوي كوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا مضبوط صح ولا غلطان عوض هاي هون واطرح منها كوساين تربيع شو صفي؟ سالب سالب ساين تربيع يعني هاي بتساوي كي ال تربيع سالب في ساين تربيع زي ما تربيع which is always what negative طبعا الا في حاله مين؟ تساوي صفر في حاله بتساوي صفر وهي زي هذيك المره بتشتغل بتعوض الدائره بتطلع معك بيبقى عندي صفر برضه اسئله ما دام اقل من صفر معناته ماله؟ فصار في عندنا تو ايفيدنس لما رسمناه بين انه كل ما زادت الداتا ماله بنزل يعني اللود بخلو هذا معناته انستيبل برضه من الانرجي بين معناته ماله انستيبل اي اشكال لديكم questions في الكتاب حال الامثله الثانيه كثير بس انا هدول مثلا نا في مثلا ثالث اللي هو المالتي هلا في ملاحظه لاحظ انه كل المثلين او المثلين اللي حليناهم فيهم بس 1
one single degree of freedom. ليش single degree of freedom؟ هلا ما انا باخذ rigid bar ومثبت من هون، شو احتماليات حقته؟ بس الدوران صح؟ طب لما يدور هذا البار اي deformation على اي نقطه فيه مش بقدر احسبها لانه rigid صح؟ يعني انا اذا بدي مثلا ازاحه هاي النقطه شو بقول؟ بقول ساين الزاويه في مين؟ في بعدها. فمعناته مجرد معرفه تيتا ازاحه اي نقطه على البار شو صارت؟ معروفه. فمعناته انا عندي single degree of freedom. الان لو انا بدي اخذ اكثر من single degree of freedom حتى تكون وصل لمعروفه هيك هاي برضو ستيل سنجل ديجري اوف فريدم. ليش سنجل ديجري اوف فريدم؟ لانه مجرد ما هذا اتحرك هيك وهاي الزاويه كيف تنعرف تلقائيا هاي الزاويه مالها؟ تنعرف ليه؟ مش هاي المسافه يا شباب هي ايش؟ هاي المسافه طبعا هاي الوحده لازم تكون ربط يعني هاي بين هاي هلا إذا هاي الزاوية عرفت إنها تيتا معناته هذا الضلع في المثلث صار L sin تيتا. إذا كانت هاي برضو L معناته هاي تلقائي شو راح تقول؟ طب وإذا هاي L على 2 بقدر أحسبها؟ بقول إنه عندي sin الزاوية بتساوي يعني خلينا لو أخذنا هيك خليني بس أثبت لكم فكرة إنه هذا single degree of freedom. هلا خذ هاي L على 2 وهاي L تمام؟ هلا كلنا متفقين انه هذا لما بيعمل ديفورميشن بيعمل هيك، هذا بيخسر شوية هون وهذا بيعمل هيك. حلو؟ تمام؟ ماشيين معي؟ طبعا هذا ما ستيبل فلازم اكون حاط سبرينج مثلا هون. اوكي؟ هلا بيخسر هيك. السؤال اذا هاي تيتا شو بصير هذا الضلع؟ شو بصير هذا الضلع؟ هاي ال ساين تيتا. طب هاي الزاويه شو رح تصير؟ ما هي هاي ال على 2 صح؟ لا مش قلت لك بقدرش اقول الزاويه اللي ساينها ضعف ساين تيتا تمام؟ يعني لو سميت هاي الزاويه الفا لاحظ انه ساين الفا شو بده يساوي؟ ال ساين تيتا على ال على 2 مضبوط بتشطب ال مع ال بتطلع 2 ساين تيتا. يعني اذا عرفنا تيتا تلقائيا الفا مالها؟ تنعرف. فمعناته هذا ستيل سنجل ديجري اوف فريدم. حتى يكون عندنا 2 ديجريز اوف فريدم يا شباب لازم يكون في عندنا ايش؟ 3 من فرصه. تعال مثلا 3 من فرصه هون عندنا لازم يكون في عندنا 3 من فرصه. زينا طبعا هو الدكتور حاط شيء خفيف دمي ماله وحاط روتيشن سبرينج بتهيألي يعني الهوم كيكي وجزء روتيشن سبرينج اسهل تمام؟ هلا انت عندك هيك يعني مشان التفصيل شو حاطط الدكتور؟ هلا انت بتقدر في البيت تقول ال 2 ال 4 ال بدك اياه. هلا هذا الديفورم شيب اللي على الفرضيه. شايفينه معي؟ شايفين؟ على الفرضيه هون تيتا 2 هون تيتا 1 تلقائيا يا شباب طبعا بس اقصر شوي تلقائيا ماله؟ اذا فرضنا انا سمول ديفورميشن كثير شو ماله؟ بضل نفس الطول لانه كوسان بيكون نفس الزاويه بس تلقائيا اذا انا حطيت هاي تيتا 1 وهاي تيتا 2 هذا الموضوع صار محدد مضبوط؟ لانه ليه؟ لانه هاي المسافه شو راح تكون؟ دلتا 2 اللي بتساوي ال اذا سمول ديفورميشن تيتا 2 وهاي شو بتكون؟ فتلقائيا هذا الرقم اللي في النص ماله صار محدد. هلا اذا بدنا نبني المعادلات مع بعض خلينا شايفين هي الحقيقه في الصوره تلقائيا بس اذا طبعا واحد اعتبرها الساين
او الكوساين، اي من المعادلات. طيب ونشوف كيف بدنا نعمل. اذا اعتبرنا انه رسم الجزء في عكسه ما هون مبين لرسمه، صح؟ تمام. هلا الان نيجي نطلع مع بعض. يلا كم هذا السبرينج؟ خلينا ناخذ مثلا هذا اوكي. طبعا هون في عندنا ناخذ هذا اوكي. هاي هذا الوضع عليه لود من هون بي. بس دير بالك الروتيشن سبرينج الدوران اللي هو كم الدوران الروتيشن سبرينج؟ يعني الروتيشن سبرينج هذا هاي مالك بزاويه، بس برضه هاي ما ضلتش وقت الزاوية اللي غير الروتيشن سبرينج اللي هي أي زاوية؟ اللي هي هاي الزاوية. مظبوط؟ مظبوط ولا لا يا شباب؟ مش ثيتا دي. متابعين معي ولا لا؟ يعني الزاوية اللي لفها الروتيشن سبرينج مش ثيتا دي. ليه؟ لأنه بيكون لف ثيتا دي لو ايش؟ لو القطعة هاي ضلت فلات. بس كونها ما ضلتش فلات الزاوية اللفة هذه اللي هي لها علاقة بمين؟ بالأبعاد اللي عندنا. فلو جينا نطلع على كم هاي الزاوية؟ كم هاي الزاوية؟ لو سميناها ألف شو علاقتها بالزاوية اللي عندنا ألف هاي؟ إذا بتفرض سمول ديفورميشن، إذا بتفرض سمول ديفورميشن ثيوري بتلاقي إنه هاي ألف هي عبارة عن ثيتا وات ناقص مين؟ ناقص ثيتا 2، صح؟ إذا مش واضحة بتنعمل التالي. هاي بدناش نسميها ألف، بدنا نسميها ثيتا 2 ناقص ألف. هاي مين بقول لي ألفا شو تساوي؟ فرق بين الطول هذا الطول هذا ناقص الطول هذا على أي مضبوط؟ أو نقدر نقول ساين ألفا بده يساوي ال ثيتا 1 ناقص ال ثيتا 2 على سوري ساين مش ساين وهي ال برا ال ساين ثيتا 1 ناقص ساين ثيتا 2 على ايش؟ على ال ال معنى كوتش يعني رقم الساينس. هلا معناته اذا كان عندي انا فور سمول ديفورميشن الفا بتساوي ايش؟ ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. عوض هون شو بيطلع معك؟ ثيتا 1 كثير ثيتا 1 2 هاي بتطلع معناتها بتساوي ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. تمام؟ ماشيين معي؟ هذا هي سمول ديفورميشن. طبعا هون لانه المساله اعقد شوي بتصير حساب على اللارج ديفورميشن بتصير شويه لانه هون بدك تاخذ ساين انفرس وتعوضها بتطلع الفانكشنز الرياضيه مالها اصلا. فلو ضليت لك على سمول ديفورميشن هلا اعمل ايكوليبريم، يعني هاي البارابول تمام نعمل التزام لها واحنا عند هاي هلا السبرينج عمل قوه هيك مقدارها كي في الزاويه 2 الزاويه 2 ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 مضبوط؟ وال ايش كمان؟ البي موجود والبي والرياكشن وهاي المسافه قلنا اللي هي عباره عن قلنا انه سمول ديفورميشن هي عباره عن ايش؟ اللي ال ثيتا 2 اوكي. هلا وفي عندك انت الرياكشن العمودي طبعا الرياكشن العمودي شو راح يطلع هون من الاستاتكس؟ كم الرياكشن العمودي؟ نعمل اتزان على مين كامل؟ كم الرياكشن العمودي؟
اعمل عزوم عند هاي النقطة. كم اللي بيحكي معهم الشباب بيطلع؟ زيرو صح؟ مجموع القوى عند هاي النقطة يساوي صفر. الاكس اللي بيعملوا شيء في شيء هون اي قوة بيطلع الاكشن عمودي كم؟ صفر. وبالتالي الاكشن عمودي صفر، فبنعمل عزوم عند هاي اللي احنا نسميها اللي هي اي سي عند سي. فسميشن المومنت عند سي يساوي صفر. سميشن المومنت عند سي يساوي صفر. شو بيطلع معك؟ بيطلع معك ايكويشن. شي ايكويشن بي ال هلا احنا بنحكي ثيتا 2 ناقص كي اثنين ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 ايكوال تو زيرو. هاي اول معادله. في اي اشكاليه؟ هلا بعديها نعمل البارت الثاني. ها نفس الاسلوب البارت هذا بس بنحسب له الزاويه. احنا حسبنا انه الالفا هاي ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 معناته هذا السبرينج قديش دار يا شباب؟ دوران السبرينج هو عباره عن ثيتا 1 وهاي الزاويه. فهذا دوران هو عباره عن 2 ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 تمام؟ يعني في الجهة اليمين طلع في الجهة الشمال ماله؟ جمع. متخيلين معي؟ على السبرينج لو هاي كنت عضله بالفلات قديش بيكون ضار السبرينج؟ نفس الزاوية. بس نفس الزاوية، بس لما هذا ضار كمان مش بصير مجموعة الاثنين، فاجمعي الفا زائد ثيتا 1 اللي هي ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 زائد ثيتا 1 بيطلع على 2 ثيتا 1 ناقص 2 ناقص ثيتا 2. فلو اخذنا هذا البارت هاي البارت الرياكشن العمودي صفر وبين مجموع القوى العموديه صفر. في عندك هون بي وهون عندك المومنت هو عباره عن كي 2 ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. مجموع العزوم عند بي يساوي زيرو. مين بيعمل عزوم؟ بي ال في ثيتا 1 اللي هي المسافه. هاي المسافة عبارة عن ايش؟ ال ثيتا 1 ال ثيتا 1 مظبوط؟ ففي ال ثيتا 1 ناقص كي 2 ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 بدها تساوي صفر. هلا هدول 2 ايكويشنز 2 unknowns. من التو انونس بنقدر نطلع ايش؟ البوينت الكريتيكال. بس حتى نكتب لكم هدول التو ايكويشنز كيف راح يكون شكلهم؟ خلينا نكتبهم على ماتريكس فورميليشن ونستذكر ذكرياتنا القديمه مع الديناميكا. اخذت الديناميكا كلكم ولا في ناس لا لسه؟ ستركتشر داينامكس هاي المعادله. وين معادلة؟ نكتبهم على شكل ماتريكس. كيف؟ بدي انا اكتب ماتريكس لا ثيتا في ثيتا بدي اكبرها شوي بقى عشان اطلع التنس. ماتريكس في ثيتا 1 ثيتا 2 تساوي زيرو لانه في هدف. هلا هون احنا بنحكي عن 2 ديجريز اوف فريدم، طب بدي عندي 10 ديجريز اوف فريدم، لازم يكون في عندنا عمليه عامه. هلا هون عندك هون ثيتا 1 في مضروب في ثيتا 1 2 كي وبي ال فبي ال ناقص 2 كي بي ال ناقص 2 كي مضبوط. هاي المعادلة رقم واحد وكي سالب كي في ثيتا 2 فسالب كي مضبوط يا شباب. المعادلة هذيك الثانية مش كي سالب 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 اه هلا هون بي ال تنكي وايش؟ اوكي اوكي او في شو؟ لا عكسناها هنا عكسناها هنا اه
بدي احكي انه هيك بنصير لازم تطلع سيمتري. اكيد مش بتعرف بنفصل اوكي بي ال هاي ما هاي معلم تحت بريفيو مش نونسنس. هلا هون كيف ما هو الحل؟ الحل ثيتا 1 وثيتا 2 صفر وخلصنا مضبوط. يعني تضرب في انفرس هاي الماتريكس، ضربنا في انفرس هاي الماتريكس، انفرس هاي الماتريكس في صفر بيطلع صفر، فثيتا 1 وثيتا 2 هذا اللي اسمه تريفيال سولوشن تمام. وهذا الحل المفروض ماثماتيكلي لما تكون في عندك A as a matrix مضروبة ب X as a vector بتساوي 0 as a vector، في خيارين إما X بتساوي 0 وهذا الإيش؟ اللي بدناش trivial solution، أو إما الماتريكس A is singular يعني determinant لA بيساوي 0 زي المالتي ديجري في بيته زي المالتي ديجري في بالدايمز مين هناك بيسموها الايجن فاليو تمام. هلا عندنا هون اذا مفهوم رياضي هذا الكلام ما بعرف مر معكم اكيد في مسافات من مسافات سابقه، اذا حاصل ضرب ماتريكس ضرب فيكتور بيساوي صفر في احتمالين يا فيكتور بيساوي صفر وهذا مرفوض الحق على التريفيال ما بدناش اياه، او الماتريكس يعني الديترمنت للماتريكس ماله هلا اذا اخذنا الديترمنت هاي الماتريكس 2 ب 2 شو الديترمنت لها؟ نضرب اضرب هدول ناقص هدول فبتصير عندك معناته هذا بيعطينا انه بي ال الكل تربيع ناقص 2 كي الكل تربيع ناقص كي تربيع بتساوي صفر. في حد بيعرف هاي المعادله شو اسمها؟ رياضيا الفرق بين المربعين هلا قصدي هاي اسمها المعادلة اللي بتنشأ من الديتيرمنت للماتريكس اسمها كاركترستيك ايكويشن. والروتس تاعون هاي الكاركترستيك ايكويشن دائما بيساوي عددهم الديجري لمين؟ للماتريكس. اوكي؟ اوكي؟ هلا الروتس شو راح يطلع عندك الروتس؟ بتقدر تنقل هاي على الطرف الثاني تاخذ الجذر فبتصير بي ال هاي سهل جدا ناقص او اذا بدك زي ما حكينا فرق بين مربعين هلا اسهل واسهل خذ ناخذها فرق بين مربعين شو بتقول؟ بي ال 2 كي اطرح كي كمان بتصير ناقص 3 كي في ايش؟ بي ال ناقص كي واحد بتساوي صفر فمنها اما البي بتساوي كي على ال او البي بتساوي 3 كي على ال. هل هدول في اي اشكال هنا؟ تمام؟ هلا حتى انك تطلع قيم ال اشكال البقلي بونس لما دام طلع عندي انا تو فاليوز معناته في عندي اكثر من ديفورم شيب في عندي تو ديفورم شيب لو طلع عندي 3 فاليوز شو بقول 3 ديفورم شيبس اند سو فورث فحتى تطلع البقلي بونس اشكال الحركات الديفورميشن مش ضروري يكون هلا كل ما عليك شو تعمل ترجع تعوض البي في الماتريكس او نعوض هاي البي من البي في الماتريكس بنطلع وبعدها بنفرض ثيتا 1 وبنطلع ثيتا 1 فبطلع معك ايش؟ شكل الديفورم تعال احنا وياكم نعوض نشوف ناخذ لنا واحد من الايكويشن ونطلع منها طبعا هذا اللي بيسموه الايجن فاليوز يعني انت لما تطلع الايجن فاليوز تقدر مباشرة والنيبل لو اعطيناها هاي الماتريكس وطلع عندنا الايجن فاليو زي ما طلعت بالدايمز بس هلا لو احنا مع بعض جينا عوضنا كي على ال فوق شو بيطلع معنا؟ كي ناقص 2 كي سالب كي سالب كي اوكي تمام اوكي اوكي وبرضه سالب كي سالب كي
هلا خد لك اي معادله للمعادلتين، هذه كانت ب ك على ب. هلا هاي ضرب ثيتا، شو نحط ثيتا؟ طبعا اي رقم موجب واحد، هاي موجب واحد، كنا لازم نحط ثيتا 1 رقم مشان يطلع معنا ثيتا. كيف؟ افرض اي واحد منهم، يعني افرض ثيتا 1 تطلع معك، لانه هون بهمك مش الفاليو في الشيء، يعني اذا ثيتا 1 موجبه يعني لفوق، ثيتا 2 شو تطلع موجبه؟ اذا بتطلع موجبه معناتها لتحت، تمام؟ فنطلع إذا حطينا ثيتا 1 موجبة طبعاً يساوي 0، شو بدها تطلع ثيتا 2؟ بصير عندك سالب ك، سالب ك ثيتا 2 شو بدها تساوي 0، معناته ثيتا 2 بتطلع موجب 1. موجب ايش؟ موجب 1. تمام؟ معناها ستريت اللي بالنص، المنبر اللي بالنص. صحيح. تمام؟ على فكرة اللي حكيته أنا مش دقيق بمجرد أنه الإشارة الموجبة للاثنين معناته نفس الاتجاه اللي أنا فرضه، وأنا فرض للأسف شريف في الديفولت شيب فرض هاي مع عقارب الساعة وهي عكس عقارب الساعة، فاهمين علي كيف؟ يعني طالما الأولى طلعت موجبة بالاتجاه اللي أنا فرضه، أنا فرضتها موجبة بالاتجاه اللي أنا فرضه، والثاني طلعت موجبة بالاتجاه اللي أنا فرضه، فزي ما حكى زميلكم هذا الدقيق شيب كيف بيطلع؟ كيف بتطلع يا شباب؟ كي هاي موجب واحد للجهة الأنفرطة، هاي بتكون عكس موجب واحد برضو للجهة الأنفرطة، هذا الرقم موجب برضو. طب لو حطينا بي ال 3 كي على شو بتصير الماتريكس؟ هذا إذا هذا الشيل هذا الاسم والبطل مودل شيب، اوكي، وهذا اذا بي بتساوي كي على اللي بنسميها الفيرست ايجن فاليو والفيرست ايجن فيكتور. الايجن فيكتور على فكره اللي هو موجب واحد موجب واحد، يعني الايجن فيكتور اللي هو موجب واحد او موجب نص موجب، يعني واحد هذا رقم من عندك قيمتين بتساويها بالضبط، قيمتين يعني في نفس الاتجاه واحد بجوز يقول انا بدي هاي كذا ولا ما حسيت كذا. هلا اذا كان عندك بي بتساوي 3 كي على ال، صفر كي شو بتطلع معك؟ بي في ال اللي هي بتصير كلها كي 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 كي، صح؟ هلا هاي لو حطيناها واحد هاي شو بتطلع؟ مفترض سالب واحد، سالب واحد، بتقدر تقول تطلع سالب واحد بنفس الاسلوب، فكيف راح يصير هذا؟ راح يطلع هاي واحد في الجهه الموجب اللي انا فرضه، هاي سالب واحد في الاتجاه العكسي، هاي اذا بدك واحد او اذا بدك تعميم هاي ثيتا 1، هاي ثيتا 1 بغض النظر عن ثيتا 1، هاي ثيتا 1 وهاي ثيتا 1، هذا المودل شيب ماله الثاني، يعني يا اما العمود بيفتح لجهه واحده او العمود ماله كل واحد بيتحرك جهه، طبعا هاي الحركه اصعب عشان هيك فيها باكلينج مود ماله بدا باكلينج لود اعلى، باكلينج لود عفوا على ثلاث اضعاف، اوكي واضح كيف؟ وهذا طبعا انا لو جيت طلعت انت على اللود ديفليكشن كيرف او لو طلعنا قبل هيك، هل يمكن للبكلينج مود الثاني انه يخلف؟ نو واي، اذا انا مش مانع البكلينج مود الاول، يعني اذا هذا البكلينج مود معه مجال يخلف غصب عنك مجرد ما بدأت تصير التحليل بصير عندك هذا. فلو بدنا نرسم لو ديفليكشن كيرف مش ستابيليتي كيرف، خلينا نسميه بفركيشن بوينت، هاي بفركيشن بوينت اللي هي كي على ال، تمام؟ يعني نو وين نوصل لهي النقطة طالما انه المود ماله المود الاول مسموح فيه، وايد طبيعي لو بدنا نرسم وجود الامبرفكشن هاي هي كونستنت او هاي الثيتا بوجود الامبرفكشنز تطلع مع الكيرف الاصلي الريال، تمام؟ البي دلتا كيرف للستابيليتي، اوكي؟ اي اشكاليه عندكم في هذا النطاق؟ استاذ اول شيء هذا الشكل يعني كيف بلشت فرضته؟ هلا احنا كيف فرضناه؟ هلا احنا عندنا بس نشوف كيف رسمناها.
هلا انت عندك ثلاثة من برز، لو تو من برز مجرد ما واحد زاحف الثاني بيزيح غصب عنه بنفس الآلية. بس هاي نقطة في أي إشكالية إنها تزيح فوق تحت؟ لا. هاي نقطة في أي إشكالية تزيح فوق تحت؟ لا. فهلا في عندك احتمالين فعلا للزاحف. هلا أنا من باب الاشتقاق فرضت إنه طبعا هيك عامل الدكتور عبد الرزاق بجوز لو أنا بدعم الاشتقاق كان بعمل ديريفيشن كله بالاتجاه الموجب، يعني بعرف بقول هاي زاحف لفوق وهاي زاحف لفوق، تمام؟ بس هو الدكتور فرض انها تحت اتجاه الموجب، فبالتالي كانت نقطة زاحت لهون، وهي نقطة زاحت شيء مختلف، هل ضروري الإزاحة اللي هون تساوي إزاحة هون؟ زاحت لهون، فصار المنبر زين، تمام؟ فين؟ بس المهم انه هاي الزاوية مش منتبه، فيها كسرة زي ما هو واصل، تمام؟ فأنت عندك هاي تيتا تسماها، وهي تيتا وقت. بجوز يجي لحول محمد، بجوز محمد يجي يقول ليش عمل الديجريز هيك؟ بتعمل هاي دلتا 1 وهاي دلتا 2. ما في مش نفس الشيء، حكينا عن سبب. بس المهم لانه في عندي تو كونكشنز فكاتيجوري اوف ريزم عندي. انت تمام؟ لو في عندي 3 كونكشنز شو بصير؟ لو في عندي 10 كونكشنز شو بصير؟ بصير عندي 10 ديجريز اوف ريزم. هلا صعوبة ال 10 ديجريز اوف ريزم مش شيء تو ماتش ماثماتيكلي كومبلكس، لا هو مجرد ان نعمل ايكويشنز، نعمل ديفلوبمنت ايكويشنز، وبعدين شو نعمل؟ نحطهم في ماتريكس وعبيد ونطلع الايجن فاليو، والايجن فاليو انا بقيله بيطلع ساعتها 10 والايجن فاليوز بيطلع 10. وهدول الايجن فاليوز هم نفسهم اللي هم البقلي لودز، واحنا دائما بنروح لبقلي لود ماله الاصغر لانه اف ات از فوربيدن، يعني لو في شيء بمنع هذا يصير. يعني مثلا اوضح لك شو الصوره، تخيلي انه في نمط معين يعني في زي قطعه حديد محطوطه هيك ماشي معي. هلا سعيتها الى هاي بدها تزيح لفوق، هل ممنوع تزيح لفوق؟ واذا هاي بدها تزيح لتحت ايش؟ ممنوع تزيح لتحت لانها في عليها سقوط، فساعتها غصب عنا شو بنعمل؟ بنروح بالتريكي. حتى هذول مجرد بيرنج، يعني انا جيت حطيت عند العقد بس من هون قطعه حديد تحتي ما ماسكه فيه، هي مش مربوطه فيه بحيث تمنع ينزل لتحت، ومن فوق حطيت قطعه حديد في الجنه، ساعتها شو بصير عندي؟ بصير البقري يكون ماله اوكي؟ او في احتمال تفكر فيه انه يصير هيك وتشوف مين بيعطيك له تعب. You got my point؟ يعني هذا البار كانه ماله ما دخلوش في القصه كلها اوكي؟ فاما 3 كي على ال كتو ديجريز اوف فريدم أو الاحتمالية إنه شو يصير يا شباب؟ سينج إنه يصير بس التو بارز دول مع بعض يعملوا بقلب هذا الشكل تمام؟ هاي طبعاً ما حليناهاش بس حلها بسيط جداً زي السينجل ديجري، هي سينجل ديجري أوف فريدم، فحلها بسيط جداً تقدر أنت تحله في البيت فيري فيري سينجل، يعني إذا هاي ثيتا هاش بتكون ثيتا شغلات اللي عشان ما تخبطش الموضوع يعني تخيلوا انا مانع هذا يتحرك لتحت، اذا هاي تيتا شو بتكون ثيتا، وبالتالي السوبر كونشن شال 2 ثيتا، خذي هاي القطعه واعمل عليها اتزان شو بتطلع معك؟ هاي تمام، هذا المومنت اللي هون عباره عن كيف 2 كيف 2 ثيتا تمام او 2 وات ايفر، وهي اللود بي اعمل العزوم هون شو بتطلع معنا؟ بتطلع معنا بي في 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 ال ثيتا في ثيتا سمول ديفورميشن بتساوي 2 كي ثيتا، وبالتالي تطلع البي بتساوي 2 كي على ال، فهذا اول بقلي بيصير معي. فاذا انا منعت حطيت السبورتس اللي حكيت عنهم فانا حذفت المود الاول تمام؟ فكوني حذفت هذا المود هلا في احتمال اما يصير المود الثاني او يصير لوكال ايش؟ بقلين، يعني جزء من العمود يعمل بقلين،
واضح انه جزء من العمود بيعمل بطلي بطلع لي لود 2K على ال اقل من اللود اللي بيعمل مين؟ فلو انا بلشت اعمل تحليل في هذا العمود او هذا الستركتشر راح الاقي انه على 2K على ال لود واحد الجزء هذا يعمل بطلي بالميم الاولاني بدل ما يخلص الخط او الكورن الاولاني. اوكي؟ هلا اذا انت منعت بطريقه ما منعت اي مود يوقع الا هذا ساعتها بصير عندك المود الثاني. فاحنا دائما بنقول انتو ذا مود وذ ذا مينيمم باكلينج لود. اوكي؟ وهذا بيعطيك الماكسيمم لود ماكسيمم ثيوريتيكال لود ذا ستراكشر كان كبير. وزي ما قلت وارجع لهي النقطه لانها مهمه جدا الاستابيليتي كيرف ماله الاستابيليتي لود او ماكسيمم لود كيرف اللي هو واللي هو ما بيوصل لل كونفكيشن لود يعني بكون دائما اقل من اذا في عندنا imperfections. احنا يمكن بجوز الوقت الفات ولا مشينا كمان 5 دقائق. عندنا بس احكي لكم عن شغله نشرحها هون وبعدين بعدين عندنا ما اخذناه شغله. اوكي هلا طبعا هون عامل الحل وبطلع القيم اللي هو بعدين عامل الانرجي. انا راح اترك لكم شباب تعملوا لنا ايش؟ الانرجي هاي المساله. اوكي هلا طبعا هون حل الانرجي الدكتور القصص المختلفه وعامل حل وهي المفروض اللي حكيناه وهلا الامبرفكشنز المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتعامل مع الامبرفكشنز ونبدا باول مساله اللي لازم نشرحها ان بتعمل بس بسندين بالامبرفكشنز بس بتمنى منكم هاي المساله نحاول مش هاي السؤال اللي هي اللي قلنا عليها المالتي ديجري حاولوا بالانرجي مشان اعطيكم هند مشان اعطيكم هند لما بكون في عندي مالتي ديجري اوف يعني لما بتكون الباي مش فانكشن من ثيتا واحده بتكون الباي فانكشن من ثيتا 1 ثيتا 2 الى اخره ماثيماتيكلي كيف نعملها ماكسيموم او مينيموم كيف نعملها مينيموم هذا الفانكشن كيف نعمله مينيموم في الرياضيات لو تكون فانكشن من اكس واي كيف نعمل مينيموم مين بتذكر 100% بنعمل بارشل باي باي بارشل ثيتا 1 تساوي 0 وبارشل باي باي بارشل ثيتا 2 مالها تساوي 0 اوكي والى اخره عشان هيك كمعادله بتطلع معك لو جوز واحد بيكون بيقول لي طب هي باي واحد كيف تطلع لنا معادلتين مظبوط واذا كان عندي 10 ديجريز اوف فريدم كيف تطلع 10 بتشتق الباي بالنسبه لثيتا 1 بتساوي بصفر هي معادله لثيتا 2 بتشتق بتساوي بصفر هي معادله بنضل نشتق حتى نخلص ديجريز اوف فريدم وبطلع عندك سيستم اوف المره الجايه راح نحكي ان شاء الله على الامبرفكشنز بس ملاحظه شو الامبرفكشن انا لما بدات اشتق بدات انه الرد هيك تمام فرضت فورم شيب فرضت فورم شيب قلت انا خلينا نفترض انه زي هيك بدات اشتق الرياليتي بالعاده الرد هذا ما بيكونش ستريت بكون الا ما في امبرفكشن مايل اللود زايد الى اخره فبالتالي يا شباب لو كان مايل هيك من الاساس اي ثيتا نوت وبعدين جيت انا حطيت اللود راح يزيد مايل راح تصير الزاويه الكليه ثيتا راح احنا وياكم المره القادمه ان شاء الله نطلع كيرف مشابه لهذا لما بكون في عندنا انفكشن وساعتها ما فيش شيء اسمه بطريق في عندك معادله بتربط بين اللود والثيتا وهي اللي بنسميها استابيليتي لود ديفليكشن ليميت تمام استابيليتي لود ديفليكشن ليميت او استابيليتي لود ليميت وهذا استابيليتي لود ليميت هو اللي بيعطيك فعلا الكباسيتي للعمود عند كل زاويه لو انا بدي مثلا الزاويه تكون 10 راديان بشوف قديش اللود اللي بتتحمله العمود اوكي واللي دائما بيطلع اقل من البفركيشن راح نشوف هذا الكلام والحقيقه بس مشان اعطيكم النتيجه لما نطلع هذا الكلام اورجيكم الفيجرز نطلعها الدكتور المره الجايه ان شاء الله هي شايفين وهي القيم مختلفه لمين؟ لكيف هذا اللي راح نطلعه للعمود اللي عندنا موجود
imperfections. شايفين كل ما زادت الزاوية الأولانية طبعاً هاي بدو فيكشن كيرف راسم على الإكس اليوم ما بعرف على البرنامج بس هاي بدو فيكشن كيرف لما تبدا نقطة بتساوي 0.05 وبعدين كل ما زدت شو يصير